بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الحياه مع الشيف يسر. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل اكل لذيذ قوي قوي قوي، ولكن يعني يعتبر حاجه مصريه، حاجه شعبيه، حاجه مش مكلفه خالص بالمره. هنعمل النهارده اول حاجه بصاره، ولكن المفاجاه النهارده ان احنا مش هنعملها بالفول. البصاره بالفول روعه الروعه. النهارده هنعملها بالعدس، وقصدي بالحمص، والحمص هو قيمه غذائيه اعلى شويه، يعني القيمه الغذائيه في الحمص اعلى من الفول. الاثنين بروتين حيواني نباتي قصدي، ولكن زي ما بنقول كده الحمص بتبقى قيمته الغذائيه اعلى شويه، فعلشان كده النهارده هنعمل البصاره بالحمص من الالف للياء. يا ريت تكونوا معانا علشان تقدروا تعملوا شويه بصاره كده لوز اللوز. بس قبل ما نبدا عايز اذكركم بصفحتنا، صفحه حياتي في اللي دايما بتبقى موجوده معانا على الشاشه، عشان خاطر تبعتوا لنا كل اللي انتم عايزينه ونقدر نتوافق معاكم ونقدر كمان نلبي كل رغباتكم، او كلمونا على التليفون اللي بيظهر قدامنا على الشاشه 3855-0017 3855-0017. البصاره اكله مصريه من الاكلات الشعبيه الرائعه. انا عن نفسي بعشق حاجه اسمها البصاره، ويا سلام كده لما مع شويه عيش محمص شامي، عيش بلدي، شويه سلطه طماطم كده حلوين زي ما انتوا عايزين. ولكن فكره البصاره النهارده ان احنا هنعملها زي ما قلنا بالحمص. اهم حاجه هتكون شكلها مختلف وطعمها مختلف، وفي تكه في البصاره عاده عايز اقول لكم عليها، ولكن واحنا شغالين. مقاديرنا النهارده زي ما انتوا شايفين حمص منقوع بقاله 4 ساعات في الميه، غيرت له الميه بتاعته بس. اهو حمص منقوع في الميه، عندي بصلتين وخمس فصوص ثوم وثلاث حزم شبت وبقدونس وكزبره، ولتر ميه ومعلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره ورشه نعناع ناشف او اخضر، ما فيش مشكله الموجود عندي، وكمان بصل هنحمره مع بعض. تعالوا بقى نتكلم في اساس الحمص. الحمص ده علشان يوصل للشكل ده وبالحجم اللي انتوا شايفينه ده، انا نقعته في الميه بقاله 4 ساعات 5 ساعات بحيث يوصل للشكل ده، غيرت له الميه مره واحده بس. وطبعا بقيه المكونات عندي سهله زي ما انتوا شايفين. هنيجي نعمل ايه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نشتغل مع بعض. تمام، ونشغل النار بتاعتنا علشان نعمل مع بعض احلى شويه بصاره بالحمص. الجديد ان هو بالحمص. تمام، نقول بسم الله كده، نشغل النار وبعدين نبدأ. شيف يسر انت هتحمر حاجة ولا هتعمل حاجة؟ لا خالص، بحط كل حاجة كده زي ما هي زي ما هي على البارد او على الني. حطينا البصل مع الحمص والثوم، الكمون، النعناع الناشف او الاخضر ينفع، والكزبره الناعمه، وهزود ميه تغطيها كده واسيبها تغلي على النار، تقعد بقى ساعه ساعه الا ربع ساعه وشويه حسب درجه نضج الحمص. يعني ايه درجه نضج الحمص؟ يعني لازم نسيب الحمص على النار لغايه ما نيجي ندوس عليه كده نلاقيه مستوي خالص، يبقى كده وصل لدرجة التسوية، لأن الخضروات اللي موجودة معايا الثوم والبصل هتستوي بسرعة، ولكن الحمص اللي هياخد وقت. كل ما نقعنا الحمص كتير في المية كل ما خدش وقت على النار كتير. كل ما حطينا الحمص كده على النار في المية نقعناه أكتر، كل ما ياخدش معانا وقت كتير في التسوية. يا أم آدم يا صباح الفل. ألو، أهلا بحضرتك. ازيك يا شيف يسر؟ انا بخير والله، لما بسمع صوتكم ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا دكتور. تسلمي لي يا ام ادم، اتفضلي. انا سامع حضرتك، اتفضلي. لو سمحت عايزه اعرف طريقه السمك المشوي بطريقه جديده. بطريقه جديده؟ حاضر، من عينيا من عينيا. حاضر، هقول لك على طريقه جديده للسمك المشوي. طبعا ممكن نعمل السمك مشوي ولكن من غير رده. اصل احنا كلمه مشوي عندنا بيبقى دايما المصريين 90% منهم بالرده، ولكن لو انا حطيت شويه زيت زيتون وفص ثوم كده متقطع جوه السمكايه، وكمان شويه ملح، شويه فلفل، رشه كمون، وبعدين جبت صينيه
وخدت السمك حطيته وحطيت عليه معلقه عصير ليمون وشويه زيت كمان ودخلته الفرن كده يبقى سمك مشوي. سمك مشوي ولكن بدون رده، والسمك المشوي اللي احنا بدون الرده ده طعمه بيبقى ألذ لان هو متشرب من زيت الزيتون ومتشرب من الليمون، فبالهنا والشفا. طبعا هجيب بس طاسه صغيره عشان نعمل مع بعض البصل المقلي بتاع البساره. زي ما قلت لكم بقى، تمام، البصل المقلي عباره عن بصلايه متقطعه شرايح زي ما هنشوف كده اهو، وانا بحط عليها الزيت على البارد. حطيت الطاسه والبصل اهو، واديله رشه ملح صغيره وهو في الطاسه كده، ونقلبه مع بعضه تمام، وانزل عليه بالزيت على البارد حوالي 3 4 معالق زيت كده. ليه بقى؟ عشان هقول لكم على سر من اسرار تست البصاره او طعم البصاره، اللي هو واحنا شغالين كده اللي بيدي طعم حلو قوي في البصاره وبيخليها طعمها كده اللي احنا بنشوفه ده، ان انا باخد الزيت مكان تحمير البصل بعد ما خد نكهه البصل وبضربه في الخلاط مع البصاره، او باخد الزيت نتيجه تحمير البصل ده بحطه في الحله اللي انا هقلب فيها البصاره بعد ما اضربه في الخلاط واصفيه، اخدها احط عليها الزيت واقلبه معاه. طعم الزيت اللي هو ناتج عن تحمير البصل ده بيدي تيست غير طبيعي في البصاره بتاعتنا. تمام يا استاذه شيرين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يا صباح الفل، ازاي حضرتك؟ صباح النور عليك. اتفضلي سمك. حضرتك منورنا والله. والله يا حضراتكم اللي بتسعدوني بسماع صوتكم. محتاجين اي حاجه والله. يا رب يخليكي، تسلمي لي. انا عندي ميسر ابني بيحبك قوي وعايز يسلم على حضرتك. ادهوني يا فندم، تحت امرك. اتفضلي يا ميسر. عامل ايه؟ ازيك يا ميسر؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين، ربنا يوفقك. انا رايح المدرسه السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، انا سعيد اني بسمع صوتك كده، ومبسوط كمان ان انت بتتفرج عليا. بحبك قوي حبيب قلبي، ربنا يخليك، ما تحرمش منك يا رب. وانا طبعا باسعد ان انا بسمع صوت اطفالنا ان هم بيحبونا، يعني الحمد لله يبقى كده في قبول من عند ربنا سبحانه وتعالى. اكلتك طيب. ربنا يخليك وانت طيب. ما انتش عايز نعمل لك حاجه يا ميسر؟ رموش الست. رموش، حاضر من عينيا. هنزل لك مقاديرها يا النهارده ونقول مقاديرها. حاضر يا عينيا يا حبيبي. انا بشكرك، تأمريني مدام شيرين لو عايزه اي حاجه. بشكرك على اتصالك، ودايما كده نسمع صوتكم على خير، وبشكر كل اطفالنا وكل الناس اللي بتكلمنا تسلم علينا، واحنا سعداء ان بنسمع صوتكم دايما. نرجع تاني للبصاره، انا مستني لما تغلي اغطيها كده غطوه يا غطا، واسيبها تاخد معانا وتدي. شوف يوسف، انت لسه ما حطيتش الخضره، كزبره وشبت وبقدونس، علشان احصل على لون البصاره اخضر فاتح شويه بحط الخضره دي بعد ما تخش البصاره في التسويه. تاني اجيبها هنا كده عشان تشوفوها، علشان احصل على لون البصاره اخضر حلو كده زهري، انا ما احطش الخضره دي غير بعد البصاره ما تخش في التسويه، اخليها تغلي معاها غلوتين تفضل تحافظ على لونها. لكن انا لو حطيت دلوقتي زي ما احنا متعودين الخضره دي جوه البصاره بتاعتنا وقعدت تغلي تغلي تغلي، هيحصل ايه؟ كل ما بتغلي كل ما لون الخضره بتاعتي بيغمق شويه، هلاقي البصاره بقى لونها اخضر زيتي مش اخضر فاتح. دي معلومات بسيطه قوي. البصل هيبدا يلون معانا اهو، تمام؟ وبعدين على بال ما يبدا يلون معانا هنيجي نعمل ايه؟ هنجيب مصفى، وهنجيب بقى حله كده اهي، ونوريكم البصاره بتاعتنا اللي احنا عملناها. شايفين اهي؟ ده الحمص بتاعنا مع البصل اهو، بعد ما استوت معانا بالشكل ده. دي كده استوت اهي، خلاص سوى كامل، تسويه كامله، تمام. هناخد بقى البصاره دي يا استاذ حسين نضربها في الخلاط، ممكن نزود لها شويه ميه لو لقيناها تقيله. يا استاذ حسين اهلا بحضرتك. يا صباح الفل عليك يا شيخ يسري الجديد والتعليم والممتع. ربنا يخليك ليا يا حسين، ربنا يعزك يا رب.
تأمرني. الله يخليك، الأمر لله، الله ينور عليك. الأكلات الحلوة الشعبية دي اللي تفتح النفس يا شيف. ده أنا عامل لك مفاجأة كمان، هنعمل كفتة بالبتنجان. البتنجان الله عليك. الله عليك والله. الله يخليك. الله ينور عليك وتسلم إيديك ويسلم وسيطك والله. ربنا يبارك في أمرك ويخليك يا حبيبي، تأمرني. الله الأمر لله. النبي يا شيف عايزين الكسكسي الحادق يا شيف بعد إذنك. هنعمل حلقة للكسكسي. حاضر، من عينيا من عينيا. الله يخليك، شكرا يا شيف. تحت أمرك يا حبيبي. حاضر حاضر. بصوا بقى، انا باخد الحمص كده مع الخضار بتاعنا، البصل والثوم والخضره وكله كده كده مع بعضه بالميه كمان. لو حسيت ان هي محتاجه ميه بزود ميه. يعني مثلا لو الميه بتاعتنا، اصل الحمص غير الفول، الفول بمجرد ما بنغليه بيدوب معانا، الفول بمجرد ما بنغليه بيدوب معانا في الوسط الغليان، لكن الحمص سليم زي ما هو، فده الفرق. عشان كده عايز ازود شويه ميه صغيرين عشان يتخلط معانا كويس. تمام تمام، حلو قوي. وهنضرب الحمص بتاعنا، ننعمه خالص في الخلاط. تمام كده، لغايه ما ينعم خالص، يبقى دايب خالص، وبعد كده هاخده اصفيه. تمام كده، حلو قوي. انا بس عندي هنا زي ما انتم شايفين مع بعض بالراحه خالص خالص اهو. تمام كده، جميل. بصوا بقى، البصل هنا اهو بدا هيلون اهو، ما بشوفوش، عيني عليه، عيني على البصل على طول. تمام، لغايه تمام بدا يصفر اهو، انا عيني عليه عشان ما يتحرقش ويوصل للون اللي انا عايزه. والبصاره عندها تمام التمام، انطحنت خالص اهي، نعمت اهي، شايفينها. هناخد بقى علشان نصفيها اساسي، ولكن قبل ما نصفيها لازم البصل ده يكون مستوي علشان اخد الخليط بتاع الزيت ده افضيه معاه. تمام، يبقى انا كده هجيب الخلاط نشيله، واخد بس الشفشق بتاعنا عشان خاطر بعد كده. شكرا يا احمد. نرجع تاني للبصل اهو بالراحة. اول ما احس ان لونه بدأ يصفر، الذهبي اللي انا بحبه، اللي لون البصل المقرمش، هنشيله من على النار، وبعد كده نصفي الزيت الناتج عن التسوية. الزيت الناتج عن التسوية ده هناخده زي ما قلنا، نحطه على البصارة بتاعتنا ونصفيها ونرجعها النار تاني تغلي غلوة، وبعد كده غرفها. طعمها بيبقى حكاية، طعمها بيبقى روعة الروعة. عندي وصفة تانية كده هنقولها ونقول مقاديرها على بال ما البصل بتاعنا يستوي شوية. وصفة بسيطة، عبارة عن نص كيلو من اللحمة على شوية مكرونة حلوين جدا، هيأكلونا أحلى أكلة. أنا عندي مقادير بسيطة زي ما قلنا، والنهاردة أكلنا خفيف ولذيذ وبسيط ومش مكلف خالص. هنعمل طبق عبارة عن مكرونة بشرايح اللحمة المقلية. هو عبارة عن نص كيلو من اللحمة الشرايح اللي هي عاملة زي الشاورما، متقطعة زي الشاورما كده، شايفينها. تمام، وعندي كمان ربع كوباية من النشا، ومعلقة صويا صوص، وربع كوباية من الزيت، وعندنا بصلتين متقطعين شرايح، وفصين توم برضو، وعندنا كمان ثمرة فلفل حار، نص لتر من عصير الطماطم، معلقتين صلصة طماطم، ونص كيلو من المكرونة المسلوقة، وممكن نحط على وشها معلقتين من الجبنه المبشوره، ده اختياري. البصله وصلت للتسويه اللي انا عايزها اهو، خلاص قربت تتحمر معايا اهو. تمام، اول ما هتوصل للون الذهبي اللي انا عايزه ده. طبعا شيف يسر، انت حطيت البصل مع الزيت على البارد؟ اه طبعا، علشان خاطر يطلع لي القرمشه الموجوده جوه البصله. بصوا بقى، شايفين البصل بدأ ياخد اللون اللي أنا بحتاجه، اللون الذهبي الجميل المقرمش كمان. خلاص كده أهو، بنقلب التقليبة دي كده. هو نفس بصل الكشري، الله ينور يا نانسي. تمام، خلاص كده تمام أهو. يلا بينا يلا بينا، نرفع بقى من على النار ونصفي الأول الزيت بتاع البصل، وناخد البصلاية دي بعد ما صفيناها كده نحطها على ورقة مناديل علشان تنزل بقية الزيت اللي فيها، ويبقى عند البصل جاهز. وناخد بعد كده هنا مع بعض، هنا ادي البصل اهو،
نصفي هنا بقى بعد ما خدنا البصل البساره نفضي ونصفيها على الزيت اللي احنا خدناه من تسويه البصل. يطلع معانا احلى شويه بصاره هتشوفوهم. بالراحه ما تستعجلوش، لو لقيتوه تقيل زودوا شويه ميه. الحاجات دي كلها في ايدينا سهله قوي. يعني طبعا لو احنا لقينا البصاره بتاعتنا سميكه كده ممكن نزود شويه ميه لانها لسه هتغلي على النار. تمام يا استاذه وفاء. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ انا بخير لما بسمع صوتك والله. انا اول مره حضرتك اتصل بالتلفزيون بصراحه. طب والله انا بسعد ان انتوا حضراتكم بتكلموني لاول مره. والله انت انسان محترم وانا بحبك جدا جدا وبحب كل وصفاتك. اشكرك وكفايه ان انت ذوق واخلاق واحلى شيف في الدنيا يا شيخ. ده من ذوق حضرتك، ربنا يخليك يا رب. تسلمي لي تسلمي لي تسلمي لي. ربنا يبارك لك ويحفظك بين ايديك يا رب. تأمريني امر. الامر لله، ربنا يبارك لك. انا بسلم عليك بس وبقول لحضرتك كل سنه وانت طيب. يا رب يخليكوا ليا، ما هتحرمش منكم ابدا ومن كلامكم الجميل اللي دايما يدفعنا لقدام ده. ربنا يكرمكم وانا سعيد طبعا بحضرتك، ويعني حضرتك بتقولي لي اول مره بتتكلمي في التلفزيون، انا سعيد قوي. ربنا يكرمك. اشكرك اشكرك. مع سلامه الله. مع سلامه الله يا فندم. طيب بنصفي كده البساره. تمام حلو قوي. وبعدين بعد ما بتتصفى كده باخد ده تاني، ما برمهوش، باخده اضربه في الخلاط تاني علشان استفاد بيه، لان خساره ده لغايه ما يبقى مفيش حاجه خالص في التصفيه. يعني باخده ازود عليه شويه ميه واضربه في الخلاط، وبعد ما بيضربه في الخلاط انا بس حبيت اوريكم الطريقه. بعد ما اضربه في الخلاط بيبقى بالشكل ده المتصفيه خالص اللي مع الزيت اهي. شايفين القوام؟ هو ده اهو. شويه بصاره ريحتهم يا جماعه حلوه قوي. شيف يسري، في حاجه انت عملتها ما قلتلناش عليها؟ انا ما عملتش لسه خالص. انا كل اللي هعمله احط شويه ملح هنا، ونيجي هنا بقى بعد البصاره بتاعتي دي ما بدات تغلى اهي، هناخد هنا الخضره بتاعتي ونروح هناك ننزل الخضره ونقلب كده يا استاذه شاهندة. ايوه ازاي كله على بعضه كده. يا اهلا بحضرتك. الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير والله، تسلمي لي. لو سمحت يا شيف كنت عايزه اسال عن طريقه الفطير. ايوه. والقرص وكمان الفراخ المشويه زي اللي بره كده. حاضر، من عينيا من عيوني. واخر حاجه عايزه افكار للبتنجان غير القلي وغير سلطه البتنجان. اكتر حد بيعمل افكار للبتنجان احنا الحمد لله. وانت بتساليني هنعمل ان شاء الله النهارده كفته من البتنجان، كفته من البتنجان بطريقه حلوه قوي ان شاء الله. تمام، يعني انت عارفه كان حضرتك بتقول لنا عايزه كذا، هنعمله لك النهارده ان شاء الله. انا هستنى بس البصاره تغلي معانا وبعد كده هصبها ونحط عليها شويه البصل اللي احنا حمرناهم قدامكم. وبالهنا والشفا طبعا دي خلاص كده هنشيلها من على هنا تستوي براحتها، ونبقى نغرفها لما تستوي ونضربها في الخلاط. اللحمه بتاعتنا موجوده معايا، هنروح بقى عشان خاطر نقول لكم هنعمل ايه في اللحمه. وممكن على بال اللحمه ما تتحمر معانا كده وتستوي شويه نبقى ناخد الفاصل بتاعنا مع بعض. اول حاجه اللحمه اهي، احنا قلنا المقادير اللي هو نص كيلو لحمه من بتاعه الشاورما، هنديها شويه ملح فقط، وهنديها هنا الكورن فلاور او النشا، وهندي لها كمان معلقه الصويا صوص بس كده. اه بس كده تمام. يبقى احنا ادينا شويه ملح صغيرين وادينا الكورن فلاور او النشا، وكمان هنحط عليها اها اللحمه بتاعتنا ونشربهم من بعض. يعني ايه نشربهم؟ وبعدين نجيب الزيت بتاعنا اللي هنحمر فيه حوالي معلقتين ثلاثه زيت، مفيش مشكله، بس بالراحه خالص. لازم اللحمه تشرب زيت اهو. تمام، لازم اللحمه بتاعتنا تشرب الزيت، قصدي تشرب النشا وتشرب كمان الكورن فلاور، تتشربه خالص. وهنيجي هنا ناخد بقى الزيت بتاعنا حوالي معلقتين ثلاثة كده، وهضيف عليها اللحمة، مش هعمل حاجة خالص، حطها هنا وأقلبها تقلبتين.
ناخد الفاصل، نرجع من الفاصل يكون عندي البسارة بتاعتي بتغلي نغرفها، ويكون عندي اللحمة بتاعتنا بدأت تتحمر معانا. بعد كده نركب لها الصوص بتاعها، محدش يقف في أي مكان عشان خاطر الجديد الممتع التعليمي مش هتلاقوه غير في مطبخ الحياة مع الشيف يسري بعد الفاصل.